الفرق المهدده بالهبوط هي تخشى من فقدان اي نقطه، من ان تخشى من الخساره، كل خساره، خصوصا انه الرصيد النقطي للفرق المؤخره من المركز التاسع اللي هو فيه الاهلي لحد المركز الاخير اللي فيه الحاسم ب 14 نقطه متقارب جدا، يعني الاهلي 20 نقطه والحزم 14 نقطه، فرق 6 نقاط فقط، يعني فارق مباراه. والدليل على ذلك يا كابتن عاطف الفرق الاربعه الاولى، لو تكلمنا عن الاتحاد، تكلمنا عن الشباب، تكلمنا عن النصر، تكلمنا عن الهلال، كلها ما احرزت اكثر من هدف في الجوله دي. بالضبط، ما هي المنافسه بقت محتدمه جدا، يعني المباراه الاتحاد مع الفيصلي، الفيصلي مهدد بالهبوط فادى مباراه قويه جدا ودافع ببساله ودافع بشكل حتى الاتحاد جدا امام الاتحاد فوز وممكن في اخر الدقائق وايوه فاز في زمان بدل الضايع الاتحاد. النصر كذلك امام التعاون، والنصر برضه قدمت التعاون برضه في الفرقه المؤخره، حتى هدف بنيران صديق، بنيران صديق بهدف واحد في الشوط الثاني برضه في منتصف الشوط الثاني تقريبا. الهلال تعادل برضه مع الباطن برضه مهدد بالهبوط، الهلال بيسعى لمراكز الصداره، فاعتقد انه هي الفرقه المهدده بالهبوط بدا مستواها الفني يعلى كالعاده في كل موسم، بنشوف الفرق اللي دائما مهدده بالهبوط في اخر موسم بتيجي بتتعبك انت. طبعا كل ما كل ما تقدمت الجولات اللعب بيبقى بحساباته، بتبقى في يعني في استبسال من الفرق المتصارعه على الهبوط. بالتاكيد. طيب خمس